السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو لسه اول مرة بتتفرجوا عليا، اعملوا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني. نشوف كده مقادير العجينة بتاعتنا. معانا هنا ده كيلو دقيق، معانا لبن باودر، رشة ملح، معلقة بيكنج باودر صغيرة، علبة زبادي كبيرة، كوبايتين مية دافية، وربع كوباية بس كده من الزيت. ومعانا كمان هنا دي ربع كوباية مية، حطيت فيها معلقة خميرة ومعلقة سكر ودوبتهم مع بعض ولحد ما ارتفعت كده. سبتهم شوية لحد ما ارتفعت كده بالشكل ده وعملت الفوم والرغاوي دي. يبقى كده العجينة تمام هتخمر معانا. لو ما عملتش الرغاوي وارتفعت كده يبقى الخميرة ما تصلحش ان احنا نعجن بيها. تعالوا بقى نشوف هنعجن ازاي مع بعض ونشوف خطوة خطوة. هنجيب بقى الطبق اللي هنعجن فيه، يكون طبق كبير كده عشان نعرف نعجن براحتنا. هننزل بالدقيق، بسم الله. اللبن البودرة والملح هنقلبهم كده مع بعض عشان خاطر الخليط كله يمتزج مع بعضه، الحاجات البودر كلها تمتزج مع بعضها. وبعدين هنحط الزبادي. الزبادي ده يا جماعة واللبن البودرة اللي احنا حطيناه بيطري العجينة قوي ويخليها طرية وجميلة. هننزل بالخميرة والزيت، والزيت برضو بيطري العجينة. كوبايتين دولت مية دافية، مش هننزل بيهم كلهم، هنحط بس أول كوباية كده وهنلم العجينة بتاعتنا ونشوف احتاجت مية تاني تمام نحط، ما احتاجتش مية تاني يبقى احنا كده ما بوظناش العجينة. هنلم العجينة بقى كده بتاعتنا، لو في عجان طبعا هيسهل عليك كتير كده بالشكل ده. واهم حاجه في عجينه الحواوشي انها تاخد حقها قوي في العجين، تخدميها كويس. كده هي هتعوز ميه كمان، هنبتدي بقى مش هنحط الكوبايه كلها، برضو هنحط شويه بشويه. بسم الله، نحط شويه كده ونعجن بالشكل ده. لو ما فيش عجان نعجن بايدينا عادي خالص، ما فيش مشاكل. نحط شويه بشويه كده بالشكل ده. هلم العجينه بتاعتي بقى وارجع اوريكم احتاجت ميه ولا لا وعملت فيها ايه بالظبط. كده هو العجين بتاعنا بعد ما عجنته، محتاجش ميه خالص زي ما انتم شايفين. الطبق اللي عجننا فيه نظيف اهوت، وايديا نظيفه ما لزقش فيها حاجه اهو، اي ما اخدش ميه تاني. انا عجنته بالميه اللي حطيتها قدامكم. وكده بقى نحطه في الطبق ده عشان يخمر. انا دهنا الطبق ده زيت ونغطيه بالسترش وهنسيبه بقى. احنا حاطين الخميره بتاعتنا فوريه، هنسيبه بقى كده ايه جوه الفرن عشان يخمر، يعني هنسيبه ساعة مثلا وهنبص عليه نلاقيه خمران معانا وزي الفل نبتدي نشتغل فيه. عبال ما العجينة بتاعتنا تخمر بقى، تعالوا نشوف هنتبل اللحمة اللي هنحطها جوه الحواوشي ازاي. دي هنا هي المقادير اللي هنتبل بيها اللحمة. معانا هنا دوت كيلو الا ربع لحمة مفرومة، ده نص كيلو بصل مفروم ناعم، ودي التوابل بتاعتنا ملح فلفل اسود بهارات لحمه، ودي رشه جوزة الطيب. طبعا ده اختياري، يعني عايزه تحطي حطي، مش عايزه ما تحطيش، بس بتخلي ريحتها تجنن وبيخلي طعمه خرافه. دي هنا طماطم مقطعينها مكعبات بس اللحم بتاعها وشايلين البذره عشان ما تخرش ميه، فلفل اخضر مكعبات، ودولت بقدونس مفروم ناعم شويه كده. يعني هنشوف هنعمل ايه.
هنجيب الطبق اللي هنتبل فيه اللحمة، طبق كبير ده عشان نعرف نتبل براحتنا. هنحط اللحمة بالشكل ده، نزاي عليها بالبصل، نحط كل حاجة على بعضها ونقلب كويس. التوابل نبتدي بقى نقلب كل حاجة مع بعضها عشان اللحمة تمتزج مع التوابل والبصل، ده اللي بيدينا الطعم الجميل للحمة. فهنبقى نعمل ان شاء الله فيديو برضو عن التوابل دي، انا عاملاها في البيت بتدي طعم جميل قوي لأي أكلة تعمليها، وخصوصا لو مشويات تبقى جميلة قوي. اللحمة بقت زي ما انتم شايفين اهو، كده اهو ريحتها جميلة قوي، التوابل عاملة ريحة فظيعة بصراحة. هنستنى بقى لما العجينة بتاعة الحواوشي تخمر وبعدين نشوف هنعمل ايه بقى مع بعض. رجعنا تاني مع بعض بعد العجينة بتاعتنا ما خمرت كده بالشكل ده، زي ما انتم شايفين اهو خمرانة وجميلة وريحتها طالعة برضو حلوة قوي. واللحمة بتاعتي انا عملتها كور كده 6 على قد الحواوشي اللي هنعمله عشان تبقى سهلة عليا يعني، وده دقيق عشان خاطر نفرده على الرخامة قبل ما نعمل الحواوشي، والسمسم طبعا هنحطه على وش الحواوشي، ولو في حبة البركة كمان يبقى يعني حبذا يعني. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. هنشيل بقى الاسترتش من على العجين بتاعنا كده، هنسمي الليل بسم الله اللهم صل على النبي. خمرانة اهي حطها على الرخامة كده، هنعملها بقى على، احنا قلنا هنعمل 6، هنعملها بقى على 12، هنقلصها على 12 كورة قد بعضهم كده بالشكل ده. كده كده معايا اهي، هنرش بقى كده شوية دقيق، والكور اللي هنكورها هنحطها كده جنب بعضها ونغطيها، نغطيها بفوطة نظيفة كده بالشكل ده. نعمل واحدة كمان مع بعض، احنا قلنا هنقرص يبقوا قد بعض 12 واحدة كده اهو. نحطها جنبها ونغطي، هنقرص بقى بقية العجينة ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. كده انا قرصت العجين بتاعي كله اهو زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى ناخد من اول قرصة عملناها ونغطي تاني، هنرش تحتها دقيق كده عشان ما تلزقش بالشكل ده، وعليها برضو كده حاجات بسيطة. وهنبتدي بقى نسمي الله، نقول بسم الله كده ونبطط، نستخدم النشابة، مفيش نشابة عندنا ايدينا نستخدمها عادي جدا كده هو بالشكل ده. لحد ما نفرد الرغيف بتاعنا ونشوف عايزين نوصل للسمكة يبقى عامل ازاي، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي.
كده اهو. شايفين السمك بتاعي عامل ازاي؟ هو ده السمك اللي انا عايزاه، ولا رفيع ولا تخين اوي. هركنها على جنب كده. هنرجع بقى ناخد الكرة الثانية اللي احنا عملناها اللي بعديها ونفردها برضو مع بعض. بنفس الشكل اللي فردنا بيه الأولانية هنفرد التانية كده برضو، نخلي سمكها زي التانية بالظبط وقد الرغيف، ولا تخينة ولا رفيعة. احنا كده اهو فردنا الرغيفين بتوعنا قد بعض. هنبتدي بقى نمسك كده الكرة بتاعت اللحمة بتاعتنا ونحطها في النص، نفردها كده الشكل ده اهو. وهنحط عليها بقى الرغيف التاني كده اهو. ده بقى طبق فيه ميه كده عشان خاطر نقفل بيه. هنبل صوابعنا كده ونسمي الله بسم الله، ونبتدي بقى نقفل العجين بتاعنا كده كده اهو بالشكل ده. نجيب الاطراف على بعضها كده ونقفل بالشكل ده اهو. لما بنبل ايدينا بالميه كده ونيجي نقفل العجين مش بيفك، بيثبت معانا وبيتقفل كويس على بعضه كده بالشكل ده اهو، مش بيفك معانا. انا مشغله الفرن دلوقتي على درجه حراره عاليه عشان بعد ما نقفل الرغيف بتاعنا ندخله على طول على الفرن على اول رف، ودرجه الحراره بتاعتنا بتبقى عاليه. لو الفرن بتاعك بيشتغل الشوايه والفرن مع بعض يبقى تولعي الشواية وتوطيها، وعشان خاطر القعر والوش يتحمروا سوا ما بياخدش وقت في الفرن خالص. هنجيب الصينية بقى اللي هنحط فيها صواني البيتزا دي، تبقى لذيذة قوي. انا دهنها زيت، هنشيل الرغيف كده بالراحة نحطه في الصينية كده اهو بالشكل ده. سهل وبسيط جدا. هنحط بقى السمسم عليه كده على وشه بالشكل ده. بعد ما حطينا السمسم بقى قبل ما ندخله الفرن هنجيب بخاخة كده زي دي فيها مية، هنرش كده بالشكل ده على الرغيف بتاعنا كام رشة بس كده، وندخله الفرن زي ما قلنا على درجة حرارة عالية على الرف الأولاني. بعد ما هنخرجه من الفرن هنرش برضو رشتين مية كده عشان يفضل طري وجميل، وهنغطيه بفوطة نظيفة عشان خاطر يفضل طري. هو كده كده العجينة اصلا بتاعتنا طرية خالص عشان حاطين لها الزبادي واللبن الباودر والزيت. هندخله الفرن بقى وبعد ما يخرج نبقى نشوف شكله هيبقى عامل ازاي. كده هو الحواشي بتاعنا طالع معانا من الفرن، العجينة طرية والعيش ريحته جميلة واللحمة كمان. شايفين؟ يا رب الوصفة تكون سهلة عليكم وتكون عجبتكم وتجربوها. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.